سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من منذ 40 سنة، وبالضبط يوم 8 أكتوبر 1967، جرح أرنستو تشي غيفارا في وادي يورو ببوليفيا. جرد من سلاحه واعتقل، ثم نفذ فيها حكم الإعدام في اليوم الموالي بمنطقة لاهاجيرا بأوامر من المخابرات المركزية الأمريكية CIA. قال الفيلسوف سارتر عن تشي غيفارا: أكثر الناس كمالا في عصره. ثم أضاف: ما قيمة مجازفات وتضحيات الإنسان حينما يكون المصير الإنساني مهددا؟ تقوم دعوتنا على صرخة حرب ضد الإمبريالية ووحدة الشعوب. لا يهم إن دهمتنا الموت، مرحبا بها إذا تم الاستماع لصرخة الحرب هاته وامتدت لنا يد أخرى. يوم 18 أكتوبر من نفس السنة، جاء في عظة تأبين قديس تقدمي بالأرجنتين ما يلي: إن ثلث الإنسان من المضطهدين قد فوجعوا لوفاته، الثلث الأخير لا ينكر أبدا في عمق روحه أن مستقبل التاريخ إذا سعينا إلى عالم أفضل ينتمي إلى تشي غيفارا. ما لم يتوقعه شركاء إعدامه هو أن وجه أرنستو تشي غيفارا سيحتل فيما بعد وراء موته مساحة غير منتظرة في قلب ووعي الشعوب، وكذا تقدير الكوكب التقدمية. بأسطورته الملتزمة كونية، انجذب تشي للممكن الثوري الذي تنطوي عليه إفريقيا. من الجزائر نسج علاقات مع حركات التحرير، وكدع الزعماء الثوريين لبلدان مثل مالي، مصر، الكونغو، البرازافيل أو تنزانيا. فتشي سيعتبر من المفيد لتقدم الصراع ضد الاستعمار إرسال مقاتلين من السير مايسترا لاسيرا مايسترا إلى جانب المجموعة الأنغولية التي كانت متأهبة لإطلاق شرارة التحرير لاجرية في الغابة المدارية لاكابيندا، لكنه تدارك وكان على صواب بضرورة القيام بشيء ما على وجه السرعة في الكونغو حتى لا يسقط هذا البلد نهائيا وينضاف إلى الثراء الإمبريالي. تجربة مؤلمة وحبلى بالدروس في الآن ذاته، ستبقى ترميزا بخصوص الرؤية الكونية عند تشي غيفارا المقاتل المحرر، إحدى الدلائل الأكثر تجليا للأممية التي جاءت بها الثورة الكوبية. تجسدت فيما وضعه حيز التنفيذ القائد أرنستو تشي غيفارا، فبعد أن حارب لتحرير الشعب الكوبي الذي كان فخورا ليضمه إليه، اتجهت رغبة تشي الأكثر حماسة إلى انتشال شعوب الجنوب من نير الإمبريالية. هكذا حينما تبين له في أبريل 1965 بأن كوبا قد تتجاوز حضوره، أخذ طريقه من جديد قصد تحقيق هذه الغاية الدقيقة والواسعة في الآن ذاته، بطلب من حركة تحرير الكونغو ليوبولد بمدينة تاتو عبر تنزانيا من دار السلام إلى كيوغوما ثم بحيرة البحيرة، لكي يقترب سرا من كيبامبا على مقربة من فيزي على الجنوب من كيفو، في مهمة تتوخى دعم المقاتلين الكونغوليين الذين ظلوا أوفياء لباتريس لومومبا بمساندة من العسكر الكوبي. في يوليوز 1965 وصلت إلى برازافيل المجموعة العسكرية لتشي غيفارا بقيادة ريسكي، الحرب الصلبة المستقبلية لكوبا في أنغولا، لكي تلبث في الاحتياط استعدادا للقيام بأمر طارئ. بعد 8 أشهر في الموقع كمدرب عسكري وطبيب، سواء بالنسبة لرفاقه أو القرويين،
مع أن جنده لم ينهزم عسكريا في 50 مواجهة مع المرتزقة التي كانت تعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تشي جيفارا أقر بحتمية التراجع. لكن في نوفمبر 1966، 3 أشهر ونصف بعد عودته إلى كوبا، سيدخل ثانية إلى بوليفيا بطريقة سرية تحت اسم رامون بجواز سفر مزور يحمل جنسية الأوروغواي، صحبة مجموعة من الرفاق يتوفرون على خبرة قتالية اكتسبوها حينما حاربوا إلى جنب تشي جيفارا في لا سيرا مايسترا وزيير، وذلك لإشعال الثورة في قارة أمريكا الجنوبية. هذه المجموعة الصغيرة المسلحة التي ضمت عناصر كوبية وبوليفيا بجانب مقاتلين أمميين توخت تطبيق استراتيجية فوكو، أي على لجرية الأمامية، حيث القرويين على العصيان وتسرع الصراعات السياسية داخل المدن وانتزاع نصر عسكري نهائي ضد جيش الأوليغارشية. مبدئيا عرفت هذه الخطة بعض النجاحات، لكن بسرعة كبيرة تدخلت المخابرات الأمريكية CIA والجيش الأمريكي لقيادة عمليات انتهت في 9 أكتوبر 1967 على المنوال الذي نعرفه جميعا. إذا كانت عموم الجماهير تعرف بما يكفي التحرك الأممي لتشي جيفارا، فإن أفكاره حول العلاقات الدولية سياسيا واقتصاديا وكذا النظام العالمي لم يكن لها نفس الحد، فأفكار تحافظ مع ذلك بشكل دائم على إقناع أكيد. تشي جيفارا عصامي بخصوص ثقافته في العلوم الاجتماعية ذو تكوين أكاديمي، إضافة إلى قدرته الاستثنائية على العمل، هو ربما ما خول له القيام بتحليلات لا تخلو طبعا من قصور وتناقضات، لكنها مبتكرة بتجليات عديدة وعميقة بشكل مدهش، مع أخذ بعين الاعتبار مسؤولياته ثم ندرة أوقاته الشاغرة لكي يدرس ويتمثل المفاهيم. كان يسائل باستمرار الحقائق المتداولة راسما سبل غير معلومة، محاربا بالنظرية كمقاتل فكري، ماركسيته غير مصنفة، انتقائية ومختلفة، أحيانا وقحة لكنها بالأخص بوليفارية مهووسة بفعل ذاتي يحول العالم إرادويا. بعض مناحي فكره تبين النظام الدولي كما وضحه بعد ذلك مؤلفون مثل أمين فرانك أو إريغي، وذلك بالكشف عن رؤية كلية ونسقية للظواهر بحيث يتم تداولها كمجموعة علاقات مترابطة تؤسس لكليانية مبنية ومنسجمة. يبث تأملا متعدد الأبعاد يتمصل بين الاقتصاد المجتمع والسياسة وكذا العوالم الوطنية ثم الدولية. مفهومه للتخلف سبق ما جاءت به تحليلات تيار التبعية التي عرفت بعد ذلك تراكما في أمريكا اللاتينية أواخر سنوات 1960 اعتمادا على ماريني بالخصوص. الأهمية التي منحها تشي بحق علاقات الشمال جنوب لا يمكن أن تقود للخطأ. التناقض الحاسم بالنسبة إليه ليس ذلك الذي تتعارض في إطاره الدول المتقدمة والمتخلفة، ولكن التناقض الموجود بين الرأسمالية والشراكية. إننا اليوم مثل تشي جيفارا من هؤلاء الذين يعتقدون بأن المشروع الاشتراكي يبقى بالنسبة للشعوب البديل الأكثر معقولية عن الرأسمالية الإمبريالية. عرف جيفارا التخلف بكونه نمو مشوه، عاهة قزم برأس ضخم وبطن صغير ثم أرجل ضعيفة وأيادي صغيرة لا تتناسب مع باقي شكله. تخلف بلد ما حصيلة ظاهرة مسخ مرتبطة بسوء تركيبات خليقة حسب اللغة الطبية أدت إلى عوجاج في نموه. فنحن ما عليه والموصوفون بالمتخلفين بشيء من اللياقة، إننا بلدان تابعة شوهت الإمبريالية اقتصادياتها حيث
تنمى بطريقة غير طبيعية الفروع الصناعية والفلاحية تكملة لاقتصادها الخاص، فهي تعقل بذلك. من هنا تلك التخصصات الخطيرة في قطاع المواد الأولية تفرض على شعوبنا خطر الجوع. أيضا نحن المتخلفون، بلدان لإنتاج المحتقر. هذه الاقتصاديات المشوهة والتابعة مسيطرة عليها من الخارج، مما يسرع بإعادة إنتاج شروط الاستغلال. سيرسم تشي غيفارا بناء الحقيقة السوسيو-اقتصادية الداخلية للبلدان المتخلفة على عناصر خارجية تحدد هذه الدينامية المحورة لنسق دولي يولد التنمية في قطب والتخلف بين ثنايا القطب الآخر. أشار تشي غيفارا كذلك إلى الأدوات التي تستعملها الدول الإمبريالية، حيث تضبط السياسات الاقتصادية للبلدان المتخلفة في أفق السيطرة عليها وسلبها، ثم تحطيم مسارها الاقتصادي لحقبة طويلة بآليات مثل التجارة العالمية، بتحريف وإفساد لمفاهيم التبادل، حيث من الضروري البحث عن العوامل في التبادل غير المتوازن. ثم الاستثمارات الخارجية، اتجاه أساسي لبلدان الشمال الرأسمالي ستستولي به على الموارد الطبيعية لشعوب الجنوب، إضافة إلى القروض الرأسمالية. رؤية حدثت من جوانب الانتقادات التي توجهت بين سنوات 1970 و1980 ضد الديون العالم الثالث، تشهيره بلا عدالة النظام السياسي الاقتصادي. ابتدأ بهذا الرفض الجذري لدور المؤسسات الدولية المجسدة للهيمنة على دول الجنوب سنة 1964، انتقد في خطابه في ندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية صندوق النقد الدولي، حارس الدولار الشرس، البنك الدولي ووكلائه، وتلك الجد المسمات المنظمة العالمية للتجارة، ثم منظمة الجات وصندوق النقد الدولي. شبه الحارس لاستقرار مستوى التبادل وحرية الأداء، فهو موجود هنا لكي يمنع الدول المتخلفة دون الأخذ بأدنى إجراء للدفاع عن نفسها أمام المنافسة وتسلل الاحتكارات الأجنبية، بفرض مخططات تقشفية مع رفض التمويل اللازم لانطلاقة تجارة البلدان التي تعاني من اختلال في ميزان الأداءات. فهو يحاول بكل الوسائل إخراج الدولار من وضعيته غير الثابتة، هذا بالطبع دون التطرق أبدا لمشاكل النظام النقدي الدولي البنيوية. ثم يضيف البنك الدولي وسيلة لدخول الرسامل الأمريكية إلى الدول المتخلفة، نفس هذا الدور المرعب تحملته القارة الأمريكية من قبل البنك البين أمريكي للتنمية، أجهزة يتم تسييرها وفق مبادئ تدعي حماية العدالة والمعاملة بالمثل. ذاك هو تشي غيفارا المناضل الذي لا يتوانى في الدفاع في أكثر من معركة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.